تعالوا معايا نتكلم على الكيوردز بتاعته. What are the keywords of the present continuous? Keywords. Now. Yes. We command. At the moment. At this moment. Bravo. We command. Block. بعد exclamation كده. Listen. Look و listen now. و at the moment or this moment. وفي كمان at present. At present. Okay. Look و listen now. At the moment و at present. This is the present continuous. One of the uses of the present continuous ولازم تعرفوها ان ال present continuous احنا لسه قايلين دلوقتي حالا something this is going on while talking. I'm eating apples now. يبقى انا بكلمك وباكل دلوقتي. تمام كده؟ تمام؟ بس في حاجه كمان, في another use مهم قوي, هو ليه استخدامات كتير على فكره, بس ده اللي متكرر بالنسبه لك في المنهج بتاعك. In the present continuous, the present continuous is used to refer to the future. ممكن يعبر عن ال future simple. دي واحدة من الفورمز بتاعت ال future simple. But on one condition, there must be a signal. There must be a future statement. لازم يبقى فيه عندي future word or future adverb or future keyword or future signal. Like, I say for example, I am traveling for example to America. Look at this sentence. This sentence is not future. It's a present, merely present to continuous. So I'm traveling to America. I do not need to say now or listen or at present. I don't need to say any of these because the form of the sentence am plus verb ing means I'm traveling now. Now I'm talking to you. I'm at the airport traveling to America. This is what I can understand from this sentence. So this is present continuous. This is the verb is taking place now. Okay, but if you wanted to change this sentence into future, you will say, I'm traveling to America. I'm traveling to America, say tomorrow. This sentence is future. It's not present continuous. The sentence هنا ولاد future مش present continuous. ليه؟ لأن أنا قلت tomorrow. واستخدمت present continuous عشان أعبر بيه عن الفيوتشر, عشان أأكد على إن الفيوتشر بتاعي near, إن هو قريب, إن الفيوتشر بتاعي exact مضبوط, إن الفيوتشر بتاعي planned متخطط لي, إن هو arranged. وأهم حاجة هنا الترتيب. اشتريت تذكرة وبقالي شهر أو أكتر عارف إن أنا هسافر وعملت كل ترتيباتي وغيرت فلوس دولارات وي 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 وي. رتبت نفسي للسفر من قبلها عشان في ترتيبات للفعل والفعل لسه ما تمش, نعبر عنه بالمضارع المستمر بشرط ان يكون في علامه من علامات المستقبل, والا يكون مضارع مستمر ما يكونش مستقبل, والفرق بين الاثنين كبير في المعنى. تمام. طيب تمام. كلنا كده اوكي ولا في حد متلخبط في حاجه؟ في حد متلخبط؟ ها؟ لا لا, غير المضارع المستمر مديني ايه كمان؟ مديني البريزنت بيرفكت صح؟ اهو. What do we mean by the present perfect؟ يعني ايه present perfect يا ولاد؟ The present perfect. يا مس, هو ده اللي هو ليه التصريف الثالث للفعل؟ ايوه هو ده. ها. طيب
ركزوا معايا عشان الكلام ده مهم، عشان انتوا الأسئلة بتاعت الجرامر دي شوية فيها بلخبطني شوية في الجمل اللي هو تركيب الأزمنة مع بعضها. يا ولاد كلمة present وكلمة perfect لو انتوا فاهمين المعنى، كلمة present معناها happening now، وكلمة perfect معناها انه happen من قبل كده، happened before، يعني منين الفعل بيحصل دلوقتي ومنين حصل من قبل كده. الكلمتين الاثنين عكس بعض على فكرة، كلمة present وكلمة perfect. طيب ده يبان في التركيبة بتاعت الزمن ازاي؟ اقول لك اول حاجة هديك الفورم واديك example، وبعدين اوضح لك بمثال المعنى بتاع الزمن والاستخدام بتاعه. الفورم بتاعتي either have or has plus the past participle form. past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل اللي هو الverb 3، وكلنا عارفين ان الverb 3 او التصريف الثالث انا بجيبه ازاي من into English، احنا بنجيبه الverbs العادية بيكون اخرها ed، ولو الverb اخره e بضيف له d بس final، ولو الverb اخره حرف الواي وقبليها ساكن بنحولها الاي وبعدين نضيف الed، بنحولها الاي وبعدين نضيف الed، تمام؟ ولو الverb اخر حاجة ساكن متحرك ساكن consonant vowel consonant زي hit مثلا، بنعمل by chat، بنعمل دبل للحرف الأخير وبعدين نضيف الإيدي chatted أو hated وغيرها. hit لا hit مش بتتغير، chatted وpreferred وغيرها. لكن في أفعال شاذة بنحفظها زي ما هي، say write wrote written زي get got أو gotten، زي مثلا bring brought زي catch caught. الشاذ بيتحفظ والعادي ليه قاعدة بمشي عليها غالبا أخره إيدي. ده التصريف الثالث، ولازم تحطوا في بالكم حاجة مهمة جدا، always have has had are followed by past participle، are followed by verb 3، have has had must be followed by past participle or by verb 3، تمام؟ يبقى have or has plus the past participle. طيب I can give you an example like if I say for example I have written my homework. I have written my homework. Let's move to the sentence to my homework. To know فين subject, where is the subject, where is the verb, where is the object. لو جينا نعمل break down the sentence هنلاقي إن who have written. It's me, I. So I is the subject of the sentence. And where is the verb? That is have written. Object my homework. Move to the verb. الverb have written. أنا لما أجي أدور على التنس بتاع السنتنس بتاعتي الزمن بتاعها إيه؟ هو present ولا past ولا future؟ بيبان في الverb، بيبان في تركيبة الverb بتاع السنتنس. فأنا I have written. Have وتصريف ثالث للفعل أعرف إن ده على طول present perfect. Have وتصريف ثالث للفعل أعرف إن ده على طول present perfect. أدي أول حاجة، تمام كده؟ تمام؟ تمام. اوكي فكروني have دي اخدها مع اي subject، يعني I say I have مثلا، صح؟ وايه كمان يا ولاد؟ وthey have برافو، وthey we وhas بتجيلي مع he وshe وit، صح؟ وhas هتجيلي مع he، تمام؟ وكمان she وكمان it. حلو جدا. طيب have not وhas has not، خلينا نركز في المهم اللي هو بقى المعنى بتاع الزمن والاستخدام بتاعه، المينينج بتاعه ايه؟ منين present ومنين perfect؟ ايه الانجليش الملخبط ده؟ لا هو مش ملخبط ولا حاجة، هو في فكرة. present perfect هنقول it's present it is present هو مضارع because use have. طبعا have و has دول بنقول عليهم auxiliary verbs والauxiliary verbs تقوليها auxiliary auxiliary صح. we use present verb to have verb to have in the present form، صح كده؟ مش have و has present، ها have و has present صح؟ أيوة يا ولاد in the present form. أدي هو من هنا
من هنا أقول عليه present in the present form. And also وكمان بنستخدم we use the perfect perfect aspect اللي هو الشكل perfect يعني of the verb اللي هو التصريف التالت اللي هو معناه إن ال verb happened before. ده معناه إن ال verb happened before. Happened before يبقى هو ماضي وعندي have و has مضارع. جمع الماضي مع المضارع. ده من حيث التركيبة. من حيث التركيبة جمع الماضي مع المضارع إزاي؟ المضارع عندي have و has في شكل المضارع. والتصريف التام التصريف التالت للفعل معناها إن الفعل تم من قبل كده. ده من حيث التركيبة. من حيث المعنى هقول لك إيه المعنى بتاعه. فهمت يعني إيه مضارع وتم؟ يعني إيه مضارع دلوقتي وتم من قبل كده؟ ده التركيبة بتاعت الزمن. ها فهمنا؟ آه ده من حيث التركيب. من حيث المعنى هنقول حاجة تانية. لما أقول مثلا من حيث الميننج بتاعه present perfect, the present perfect, okay. Verb, الverb اللي موجود في present perfect happened, بيحصل before now, بيحصل قبل كده before, بيحصل في الماضي but, ادي بقى المضارع بيحصل في الماضي إنه تم وخلص في الماضي وخلاص. But it still has an effect, an effect on the present. لسه ما زال لي تأثير في المضارع. أثره في المضارع خلاه يدخل في المضارع. يعني مثلا إيه؟ لما أقول لك جملة زي كده. لما أقول I have watched it. I have watched it. A comedy film. اتفرجت على فيلم كوميدي. Movie. Have watched it. يبقى الزمن بتاعي أنا اتفرجت وخلاص. معنى الجملة كده. الفيلم خلص. وأنا اتفرجت عليه. يبقى الفعل انتهى. طب إيه الأثر في الحاضر؟ Effect أو importance أهمية. أو consequences أو نتيجة result موجودة في present. إن أنا اتفرجت على الفيلم إن أنا حاسة إن أنا مبسوطة من ساعة ما اتفرجت على الفيلم مثلا. إنه ما زلت فاكرة أنا أحداث الفيلم الناس اللي كانت بتمثل فيه عملوا إيه بالظبط فاكرة موضوعه كان بيتكلم عن إيه يبقى ده الأثر بتاعه في present دلوقتي. يبقى present perfect as a meaning هو منين present هو منين perfect هو منين مضارع هو منين تام إن الفعل بيبتدي وبينتهي في الماضي خلاص لكن لسه متعلق بالحاضر. متعلق بالحاضر ليه؟ ليه نتيجة في الوقت الحاضر. أنا مبسوطة أني اتفرجت على فيلم كوميدي كده فرفشني. ليه أثر في الوقت الحاضر. تمام؟ ليه أهمية في الوقت الحاضر بالضبط زي ما أقول لك إيه؟ أديك مثال زي كده وأقول لك منين إزاي يكون لي أهمية. أما أقول مثلا I have lost my money. I have lost my money. ضاعت مني فلوسي وخلاص. تمام؟ الفعل انتهى. ضاعت. طب إيه ده؟ إزاي أصدق إن هو مضارع؟ إزاي أنا ضاعت مني الفلوس بس عملت لي مشكلة دلوقتي. أنا مش لاقي فلوس أركب مواصلات أرجع بيتي. أنا مش عارف أتحرك من مكاني لأن ما معيش فلوس أتصرف. يبقى هنا الverb هنا has an importance لأهمية. الverb has an importance في المضارع في الوقت الحاضر in the present. فهمت يا أولاد المعنى بتاعه؟ فهمتوا؟ يبقى الفعل ها ردوا عليا طيب فهمتوا؟ الفعل في المضارع التام بيبتدي وبينتهي. خدوا بالكم عشان احنا بعد شوية هنزود كلام تاني. بيبتدي وبينتهي في الماضي بس لسه ليه consequences نتائج في الحاضر لسه ليه effect أثر سواء كان أثر طيب ولا مش طيب لسه ليه importance أهمية في الوقت الحاضر. أوكي أوكي say yes.
Yes, yes. Okay. Yes. Okay. طيب تعالوا بقى نعرف الكي ووردز بتاعته. وهنخلي بقية الكلام لما نيجي عند شكل الكونتينوس بتاعه. ناخد الكي ووردز. ايه الكلمات بقى؟ الادفيربس اوف تايم بتاعته هي ايه؟ مين فاكر؟ مين شاطر فاكر؟ كي ووردز بتاعته. قول كي ادفيربس. طيب افكركم انا. احنا وي هاف ايفر whenever we just already we yet we since for recently so far we're up to now we're up now. فاكرينهم؟ فاكرينهم؟ ever whenever just already ما يهمنيش على فكره المعاني بتاعتهم خالص، بس انا ممكن اقول لك على معنى كل واحد فيهم. لان خدوا بالكم يا ولاد ان علامات الازمنه دي ما بتكتسبش معنى الا اذا كانت في الجمله، وما يهمنيش منها معنى خالص، انا يهمني وظيفتها في الجمله. انا يهمني الوظيفه بتاعتها في الجمله ايه؟ هي جايه تعمل ايه في الجمله؟ طب انا اديك ايفر مثلا. ايفر دي بنستخدمها في السنتنس الستيتمنت العاديه، سواء كانت بقى ايه مثبته ولا ما ولا ايه ولا منفيه. يعني مثلا ايه؟ I have ever مثلا I have ever played football. يعني كده انا فاكره. عارفين ever يعني ايه؟ في وقت غير محدد في الماضي. I've ever played football. انا في مره من المرات كده او كده لعبت فوتبول. لو حبيت احولها للسؤال تيجي ever برضو، اقول لك have you ever played football. لعبتي فوتبول قبل كده؟ تمام، ادي السؤال. طب لو حبيت انفي، لو حبيت انفيها ايفر تتنفي بايه؟ ايفر تتنفي بايه؟ بنيفر. ايفر النفي بتاعها نيفر. ايفر لما تيجي تحوليها للنيجاتيف للنفي بلس نوت، يعني خليها بلس نوت مش لاقيه الكي، تديني نيفر. عشان كده لو انت جاوبت الجمله اللي فوق دي قلت لي نو، هتقولي نو اي هاف نيفر بلايد فوتبول. نو اي هاف نيفر بلايد فوتبول. تمام، يبقى نيفر فين؟ في النيجاتيف. نيفر تيجي لي في النفي. ايفر تيجي فين؟ تيجي في الجمله اللي فيها الجملة المثبتة وتيجي في السؤال. تمام؟ تمام؟ تمام. في ليها استخدام، بس استخدام ايه؟ اقول لكم عليه، يعني كده نقول عليه سلانج. انتوا عارفين يعني ايه سلانج؟ يعني زي لهجة كده محلية. هما الاتنين بيجوا مع بعض، هما الاتنين يجوا مع بعض في جملة واحدة. زي مثلا لما اقول ايه؟ I have never، سمعتوها قبل كده الاثنين مع بعض في جمله واحده؟ لما اقول I have never ever never ever ورا بعضها كده. I have never ever for example known about this singer مثلا. ده مغني صاحبتك بتقول لك ايه؟ تعرف المغني ده او المغنيه دي؟ فتقولها I have never ever known about him. ولا مرة سمعت عنه في حياتي. Never هنا جاي عشان تعمل ايه؟ عشان تأكد المعنى بتاع الفعل، ان انا عمري ما عرفت عنه حاجة، بس زيادة تأكيد. بس انها لهجة محلية يا ولاد، بتستخدم بس لهجة، يعني نتكلمها نقولها بس لكن ما نكتبهاش. بس انا قلتها لكم علشان لو سمعتوها لو شفتوها في اي مكان يبقى عندك معلومة عنها، مفيش مشكلة. اوكي تمام كده؟ تمام؟
معايا؟ معاكي. طيب تعالوا قولوا لي بقى what about since and for بقى أصحابنا المهمين قوي اللي متكررين بشكل غير عادي في الكتاب. لما أقول I have for example taught English for example 20 years for 20 years ولاحظ كلمة 20 وقول لي الفرق ما بينهم. وأنا هاخد نفس السنتنس وهقول I have taught English. كل دول أنا بكتب وأنت مش بتكتب. I have taught English since 2001. الفرق ما بين الجملتين باستخدام since وfor. يلا بسرعة وقتنا قرب يقطع علينا على فكرة. Since 2001. What is the difference? إيه الفرق بقى بين since وفور؟ ها؟ لما قال لي for 20 years يعني فور جاء بعدها مدة كاملة ولا بداية الزمن بتاع الفعل؟ مدة زمنية كاملة يعني كم يوم كم شهر كم سنة كم أسبوع كده؟ ها؟ أيوة. يبقى هنا complete period of time.